Hi everyone, with you Mishama Munir. رجعت لكم تاني والستوري الموجودة معايا في Unit 1 من منهج Connect 5. الستوري بتتكلم عن Jack and the Beanstalk, يعني جاك وشجرة الفاصوليا. يلا بينا نشوف مع بعض الستوري دي بتقول ايه. Jack and his mother were very poor. جاك ومامته كانوا فقراء جدا. Go to the market and sell our last cow, said Jack's mother. مامته قالت له يلا روح السوق وبيع آخر بقرة عندنا. Please get a good price, Jack. من فضلك يا جاك هات لها أفضل سعر. On the way to the market, Jack met an old man. جاك وهو في طريقه للسوق قابل راجل عجوز. I have these special beans. Do you want to buy them? أنا معايا حبوب مميزة جدا. تحب تشتريهم؟ They will make you rich. هتخليك غني. Said the man. فطبعا الراجل قال الكلام ده لجاك. Jack pulled the beans. But his mother was very angry. جاك بالفعل خد الحبوب دي لكن مامته كانت زعلانة جدا. We need food, Jack, not beans. احنا محتاجين للأكل يا جاك مش محتاجين للحبوب دي. She threw them out of the window. وبدأت إن هي تحذفهم وترميهم برا الشباك. Sorry mom, said Jack. I thought they would help us. أنا افتكرت يا ماما إنهم يقدر يساعدونا. أرجوكي سامحيني. Jack went to bed. He was sad and very hungry. Jack راح للسرير كان زعلان وجعان جدا. The next morning, Jack saw a very tall beanstalk in the garden. It went all the way up to the clouds. تاني يوم الصبح جاك شاف ان في شجرة فاصوليا كبيرة جدا وعملاقة جدا طولها واصل للسحاب فوق وللسماء. Jack climbed the beanstalk at the very top. He saw a castle. Jack went inside to see if anyone needed help. بالفعل بدأ ان هو يتسلق عليها لحد ما وصل لاخرها خالص ولقى قدامه قصر ودخل جوه وشاف يمكن في حد محتاج ان هو يساعده. Suddenly Jack saw a very big giant. He was counting bags of gold coins. فجأة انه لقى قدامه حد عملاق كبير جدا. انسان عملاق او شيء عملاق كبير جدا. بدأ ان هو شايفه بيعد فيه جنيهات ذهب قصاده. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ There was a hen on the table. The hen was in the cage. Next to the hen was a golden egg. شاف كمان ان في ترابيزة عليها فرخة جوه قفص وكمان جنبها بيضة من الذهب. يا ترى ايه حكاية الهن دي؟ يلا بينا نكمل مع بعض الستوري ونشوف حكايتها ايه بالظبط. The hen looked very sad. It was a magic hen and it could talk. Help me please, cried the hen. الهن كان شكلها زعلان جدا. الفرخة كان شكلها زعلان جدا وكمان فرخة سحرية. بدأت ان هي تعيط وتصرخ وتطلب المساعدة. ترى ايه حكاية الفرخة دي وعايزة ايه بالظبط؟ Save me from this terrible giant. أرجوك انقذني من العملاق الفظيع ده. As soon as Jack reached his garden, he grabbed his axe. He chopped down the beanstalk. The giant fell on the ground and ran away. ومجرد ان هو وصل للارض جاب على طول الفاس بتاعه وبدا يقطع في الشجره دي. ولما بدا يقطع فيها العملاق وقع على الارض وجري بعيد جدا. The hen was happy. It was free at last. الفرخه كانت مبسوطه جدا لانها اخيرا بقت حره. Thank you for helping me, Jack. You are a kind boy. Can I please stay with you and your mother? شكرا لك يا جاك اللي انت ساعدتني. انت ولد لطيف جدا. ممكن اقعد معك انت ومامتك؟ دي طبعا الفرخة قالت الكلام ده لجاك بعد ما ان هو انقذها. Jack and his mother weren't poor anymore. They sold the golden eggs to buy food. Jack and his mother lived happily ever after. جاك ومامته ما بقوش خلاص فقراء تاني. بدأوا يبيعوا في البيض الذهب وعايشين لحد اخر العمر مبسوطين جدا. دي كانت الستوري بتاعتنا النهارده يا ولاد. Thanks for watching and see you soon.
Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.